أهلا ومرحبا بكم مجددا. اليوم عندنا لكم بهذا العود المميز. مواصفات هذا العود: عندنا الوجه من السيدر، الظهر عندنا من القيقة بالأحمر، نظافة الزند والبنجق بالكامل. لاحظوا معي التموجات الجميلة في هذا الخشب. من مواصفات، يعني من أهم مميزات هذا الخشب، هو التردد والنقاء العالي اللي زي ما راح نلاحظه أكيد بعد شوي، بس نسمع صوت العود. المفاتيح والمسطرة عندنا من الأبنوس درجة أولى. الزند عيار، من هنا بنقدر نتحكم ببعد الدوسة اللي هو بعد الوتر عن المسطرة بكل سلاسة، وكذلك هذه الميزة بتطيل من عمر العود وبتحميه من التقوس مع مرور الزمن. الأوتار عندنا من الكروشنر دوزان فافا. قياسات هذا العود: العرض 36.5 والعمق 19.5 والزند 19.5 بالإضافة للعظمة 3.9. خلونا الآن نجي للاختبارات المختلفة في هذا العود مثل ما تعودنا دائما. نبدأ. Thank you.
إلى أن نكون وصلنا لختام عرض هذا العود، خلينا نجي الاختبار الأخير وهو العزف على الفينجر بورد. كان ألقاكم على خير، إلى اللقاء.